صحيح في لعبتنا يعني. يعني الله ينور عليك، انا نفسي استفدت منك والله يا كابتن، ربنا يكرمك يا رب. مايا اجيلك، يمكن الغطس لعبه شويه مش كل البنات بتحبها، طب ايه اللي خلاك تروح للغطس؟ كنت العب جمباز، فهي كابتن شافتني وقالت لي جت تشوفني يعني عشان شفنا عندي مرونه وكده، فلقيتني كويسه فطلبت ان انا اخش. جربت تخش؟ طيب هستاذنك معلش، الف مليون مبروك النادي الاهلي لكره اليد، هو بطل دوري السوبر، الف مليون مبروك. 27 26 خلعوا قلبنا معاهم، بس الحمد لله النادي الاهلي بطل، النادي الاهلي بطل مصر 2017 2018. الف مليون مبروك، بطوله دخلت تاني النادي الاهلي، بطوله جديده. النادي الاهلي خد بطوله افريقيا، ابطال الكؤوس، خد كمان بطوله الدوري. الحمد لله الفريق يعني بشكل كبير جدا النهارده عوض جماهيره، وزي ما وعدوا قالوا يعني، هم قالوا هنعوض الجماهير عن كل بطوله هنخشها، والكلام ده حصل لما كان معايا عبد الوارث معايا، وكان معايا كمان بكار، والاثنين قالوا احنا مستنيين اليوم ده. اليوم جالهم، عرضوا لظرف صعب جدا، خسروا مباراه اول امبارح من نادي الزمالك ايضا، ولعبوا مباراه فاصله النهارده. هو ده التحدي، هو ده النادي الاهلي، مفيش مستحيل. خسرين مباراه اول امبارح، ولعبنا مباراه فيصل تاني. في العادي اللي بيكسب المباراه اللي هي بتبقى على البطوله بيخسر الفيصل، دي بتحصل دايما او بنسبه كبيره جدا، لان الاحباط بيبقى عالي. ولكن شفنا النهارده النادي الاهلي وصل الفرق لسبع اهداف كمان اثناء المباراه. الف مليون مبروك كابتن عاصم، الف مليون مبروك اللعيبه، اكيد هنحتفل بيهم، لسه عندهم كمان كاس مصر، واكيد ان شاء الله هيفرحونا. معلش يا مايا، انت الخبر اتبلغت وانا بكلمك، فاكيد انت وشك حلو على النادي الاهلي كله. فقولي لي يا مايا، بدايتك ازاي مع الغطس؟ يعني مين اللي قال لك تعالي نلعب، بابا ولا ماما؟ وانت شفتيها حبيتيها؟ يعني احكي لي القصه. هو انا شفتهم بتمرنوا فحبيتها، بس يعني عشان جمباز وكده فساعدني، ولما دخلت بطولات وجبت ميداليات فده خلاني احب ان انا انا باخد ميداليات بقى يا كابتن، بقى دي اللعبه حلوه كده. طيب يعني مين اللي كان بيزقك اكتر، بابا ولا ماما؟ مين اللي كان شايف ان انت هتبقي بطله؟ لا ماما. ماما ها؟ طيب ومين اللي بيتعب معاكي برضه، ماما ولا بابا؟ ماما برضه. طب بابا بقى راجل يعني، ربنا يكرمه بس اكيد بيتعب. طبعا طبعا انا بهزر يعني، بس قولي لي طيب انت يعني اكيد يعني عندك طموحات، مفيش حد بيلعب رياضه وما عندوش